حلقة النهاردة نتكلم عن الأسئلة الشائعة المطروحة عن الإنترنت في مصر، وهنجاوب عليها بالتفصيل وبعض المغالطات والأخطاء اللي بنعرفها على الإنترنت وبيضحك علينا فيها. وعشان كده هنتكلم بأكثر شمولية عن أفضل شركة إنترنت في مصر من حيث الأربع شركات، وهنرتبهم بكل حيادية تامة وبناء عليها تقرر أنهي أنسب شركة ليك في الاختيار. وهنتكلم عن الفرق بين الإنترنت الأرضي والإنترنت الهوائي والفرق بين الاثنين وأنهي أفضل في السعر وكل حاجة. تابعوا للفيديو للنهاية عشان فيه تفاصيل كتير مهم قوي عشان تقدر تقرر أن أنت تختار أنهي شركة أفضل لي. دليل شامل عن أفضل شركة إنترنت في مصر يناير 2020، وما هي الشركة الأنسب لك في الاختيار؟ بقلم مصطفى سليمان بتاريخ 27/2/2020. هنقارن في هذا المقال بين أورنج واتصالات وفودافون ووي من حيث الإنترنت. شركة الإنترنت الأفضل في مصر، ذلك السؤال يشكل معضلة لكل الناس طبعا. الأمر مبهم وغير واضح فيما يتعلق بالأسعار والعروض وجودة الخدمة المقدمة، لكن ليس بعد اليوم، بعد المقال ده اللي هنشرحه خلال الفيديو، هتفهم كل حاجة وكل التفاصيل حوالين الأسئلة الشائعة وإجابتها على الإنترنت في مصر، كيفية اختيار شركة الإنترنت الأفضل لك في مصر، أفضل شركات الإنترنت ADSL في مصر، وترتيب أفضل شركات الإنترنت في مصر. هنبدأ بأول حاجة، أسئلة شائعة وإجابتها عن الإنترنت في مصر. هناك بعض المفاهيم والمعلومات المغلوطة يجب تصحيحها والإجابة عليها بشكل سليم من خلال الأسئلة والأجوبة التالية. هل يوجد باقات إنترنت VDSL غير محدودة؟ طبعا الكلام ده غلط وتعتبر أسطورة مزعومة عن وجود إنترنت غير محدود في مصر، كذبة صدقها الجميع. وبالرغم من تسمية باقات الإنترنت بالغير محدودة، لكن هناك سعة تحميل محددة بعدد معين من الجيجا بايتس، ويتم خفض سرعة اشتراكك عند الوصول لذلك الحد. أول ما توصل للحد المسموح به بيتم خفض السرعة بعدها مباشرة، يبقى بالتالي مفيش حاجة اسميها سرعة غير محدودة أو باقة غير محدودة. السؤال الثاني، هل هناك خطوط هاتف أرضية تتحمل سرعة أكبر من 30 ميجا بايت؟ طبعا الكلام ده مش صحيح برضو، لأن الواقع مؤلم يا عزيزي، ففي أغلب المناطق لن يتحمل خط الهاتف الأرضي أكتر من 30 ميجا بايت كسرعة، لذلك سرعات 50 و100 ميجا بايت ليست للجميع بل لمناطق معينة فقط، المناطق الراقية شوية اللي يقدر يدفع تكلفة السرعة العالية دي، وده طبعا مناطق محدودة جدا في مصر. ويمكنك معرفة أقصى سرعة يتحملها خطك الأرضي عن طريق الاتصال بخدمة عملاء الشركة، اتصل بخدمة العملاء التي تريد الاشتراك بها، ده أول نقطة، وستجد طرق الاتصال بالأسفل لكل شركة في المقال في الآخر، أو الدخول لصفحة الراوتر إن كنت مشترك بالفعل. لو كان عندك الراوتر وعايز تعرف سرعة الخط عندك هتبقى ايه؟ عن طريق انك تتفقد بيانات الاتصال في قسم الستيتس عندك، وستجد خانة باسم اللي هي داون ستيم سبيد او الداتا ريت، وستجد ان السرعة هي 20,000 تقريبا وكسر، اي ما يقرب من 24 ميجا بايت كأقصى سرعة للخط، وذلك في حالة استخدام رواتر يدعم سرعة الـ ADSL 2+. اما في حالة شراء رواتر يدعم سرعات الـ VDSL ودي سرعة اعلى شوية، فتجد ان السرعة عبارة عن 30 ميجا بايت، ودي اقصى سرعة، خلي بالك ممكن السرعة هتكون اقل من كده. وان كنت من سعيد الحظ فقد تجد رقم اكبر من 30,000 او بما معنى 30 ميجا، اي اكبر من سرعة 30 ميجا بايت. ملحوظة هامة، في بعض الاحيان قد تجد ان السرعة هي 160,000 تمام، اي 16 ميجا بايت، ولكن الخط الارضي الخاص بك قادر على تحمل سرعة اكبر، يعني هو مخفض لك السرعة بس خطك يستحمل سرعات اعلى. يمكنك اكتشاف ذلك من خلال الاتصال بخدمة العملاء وطلب تغيير البورت بتاعك، البورت نفسه اللي بتيجي عليه النت تغيره بالخط الى ADSL 2+ للراوتر العادي او الـ VDSL في حالة شراء رواتر VDSL، بمعنى ان عندك الخط بيستحمل سرعة اعلى بس السرعة اللي جايك سرعة قليلة، فانت تتصل بالشركة وتعلي السرعة عن طريق ان انت تغير البورت بتاع الخط بتاعك. السؤال الثالث، ما الفرق بين الراوتر الـ ADSL والـ VH والـ VDSL؟ ايه الفرق؟ اول حاجة الـ ADSL هتلقى سرعته تقريبا مش بتتخطى الـ 20 ميجا، اما الـ ADSL 2+ سرعته بتتخطى الـ 20 ميجا تقريبا، ازيد من 20 يعني في حدود 24 ميجا ولا حاجة. اما الـ VDSL سرعة الخط بتاعته بتصل لـ 100 ميجا عندنا بايت في الثانية،
ببساطة زي ما قلنا الفرق هو في قدرة تحمل الراوتر لسرعة الإنترنت، حيث يستوعب الراوتر من نوع الـ ADSL والـ ADSL 2 بلس سرعة 24 ميجا، ده الكلام اللي قلناه في الكيرف اللي قدامنا فوق أو في الرسم كحد أقصى، بينما يستوعب الراوتر من نوع VDSL سرعة 100 ميجا بايت كحد أقصى. خلي بالك دي حد أقصى، يعني هو ممكن يديك سرعة على الأقل من كده بكتير. والجدير بالذكر أن أغلب أجهزة الرواتر في مصر هي من نوع ADSL 2 بلس، وإذا أردت الحصول على سرعة أكبر ستحتاج إلى شراء راوتر جديد، محتاج إن أنت تغير الراوتر تماما إلى نوع VDSL من أحد فروع الشركة، وهو ما أنصح به لرخص ثمنه، أو من أحد المولات أو من موقع سوق أو جوميا أيا كان من الموقع الإنترنت اللي هتشتري منه. 4. السؤال الرابع، لماذا لا تصلني السرعة كاملة بالرغم من عدم وجود أي مشكلة في سلك الهاتف الأرضي؟ ما عندكش مشكلة والسرعة بطيئة. أول حاجة، أول سبب ممكن تهالك كابينة الهاتف الأرضي، الكابينة نفسها في السنترال فيها مشكلة المتصل بها الخط الخاص بك، حاول إلقاء نظر عليها والتأكد من ذلك، الكابينة نفسها. أو ممكن بسبب ضغط كبير جدا على كابينة الهاتف الأرضي المتصل بها الخط الأرضي، في ضغط على السنترال عندك، الناس كتير بتضغط على الإنترنت فالنت ممكن تبقى سرعته تبقى بطيئة شوية، أو بسبب تهالك سلك الهاتف الأرضي، السلك نفسه فيه مشكلة، فالبعض يشتكي من بطء سرعة الإنترنت وعدم وصولها كاملة، وهو لم يقم بتغيير السلك منذ 10 سنوات، يعني السلك زي ما هو منظره من بره زي ما هو، بس ممكن ليه 10 سنين لازم تغيره، محتاج إن أنت تغيره. السبب التاني ممكن يبقى تغيير البورت، يعني بسبب عدم تغيير البورت، أنت ما زلت على بورت قديم مشترك في النت من عدد كبير من السنين وما زال البورت زي ما هو، لا انت تتصل بالشركه وتغير البورت، تغيره ال ADSL 2 بلس او VDSL، طبعا ده ليه راوتر خاص وده ليه راوتر خاص مختلف تماما، تمام؟ او بسبب سوء النظام الخاص بشركه الانترنت، السبب في الشركه نفسها. وقبل ان تنهال على خدمه العملاء بالسب والشكوى، الق النظره على سلك الهاتف الارضي بتاعك للتاكد من خلوه من اي مشاكل، ممكن تبقى المشكله في السلك عندك مش من الشركه. السؤال الخامس، هل يمكن توصيل انترنت ADSL بدون خط تليفون ارضي وما هو الانترنت الهوائي؟ ينفع اوصل انترنت ارضي بدون خط تليفون ارضي؟ بالطبع لا، الكلام ده مش صح، يجب توصيل خط تليفون ارضي لتتمكن من الاشتراك في خدمه ال ADSL لان هي خاصه بخطوط التليفونات الارضيه او VDSL حاليا. هناك حل اخر يعرف باسم الانترنت الهوائي، الانترنت الهوائي ده مش بتحتاج فيه الخط الارضي، بس في مشكله ان هو بيبقى غالي جدا والباقات بتبقى محدوده، بس الميزه اللي فيه سرعته عاليه جدا، السرعه عباره عن 4G للاربع شركات، تمام؟ لكن العيب ان الباقات بتبقى اغلى وكمان بتبقى محدوده شويه. يبقى الانترنت الهوائي بيبقى راوتر هوت سبوت يتم به تركيب شريحه محمول زي الباقه على الموبايل كده، شريحه محمول اتصالات او فودافون او وي او اورنج، وتلك الشريحة خاصة بباقة انترنت ستشترك بها، لكن الباقة مرتفعة الثمن زي ما قلنا، ومن خلال الراوتر يتم توزيع انترنت عن طريق الواي فاي الخاص بالراوتر، وذلك هو الانترنت الهوائي زي باقة الموبايل بالظبط، بس هيبقى افضل طبعا لان 4G وبتبقى بيعتمد على المكان اللي انت فيه. 6. لماذا يوجد شكوى جمعية عن وجود سرقة في استهلاك باقات الانترنت؟ للتوضيح، تلك الشكوى صادرة عن نسبة كبيرة من مستخدمي شركة وي فقط، حيث انفجر الجميع غضبا بعد ان تم الاعلان عن الشركات الجديده تحت اسم سبيس او وي سبيس بسرعات تبدا من 30 ميجا، فالمشتركين لاحظوا وجود استهلاك غير طبيعي لباقه الانترنت وانتهائها يوم 15 في الشهر، الامر الذي يعني ضروره شراء باقات اضافيه، يعني الباقه عندك بتخلص قبل نهايه الشهر وبتحتاج ان انت تجدد الباقه. وبكل صدق نعم يوجد مشكله، والسبب يعود الى رداءه النظام السيستم الاصلي الخاص بشركه وي، حيث يوجد خلل في احتساب استهلاك الباقة لشريحة كبيرة من المستخدمين، في خلل في النظام. الكلام ده لحد 27/2/2020، تمام؟ طيب، ولا أحد يعلم هل يتم ذلك عن قصد أم أن الشركة غير قادرة عن حل تلك المشكلة، ممكن تبقى في مشكلة في السيستم نفسه، رغم استمرارها قرابة 3 شهور حتى الآن منذ يونيو الماضي من 2019. نروح للسؤال السابع، هل هناك شركة إنترنت ADSL في مصر أفضل من الشركات الأخرى؟ بالطبع الإجابة هي نعم، لكن يجب توضيح الأمر بشكل حيادي، بنتكلم بحيادية تامة. وفي البداية هناك خرافة شائعة وهي أن جميع شركات الإنترنت في مصر تابعة لشركة تي إي داتا، وهي ما تقوم بإمدادهم بالإنترنت والتي انضمت تحت شعار شركة وي في عام 2019. يبقى الكلام ده مش صحيح، يعني دي خرافة بيقول لك إن كل الشركات تابعة لشركة تي إي داتا، الكلام ده مش صح، غلط. وتلك الإشاعة صدقها الجميع بسبب امتلاك شركة وي تي اي داتا نسبة 70% من حصة الانترنت في مصر،
كما تمتلك البنية التحتية الخاصة بكابلات وسنترالات الهاتف الأرضي. يعني التي اي داتا تمتلك نسبة 70% من حصة الإنترنت في مصر، والكابلات والسنترالات الهاتف الأرضي تبعها. لكن الحقيقة أن لكل شركة أجهزة ومعدات خاصة به. كل شركة زي وي وفودافون واتصالات وأورنج، كل واحدة ليها المعدات الخاصة بيها لتشغيل الخدمة، يعني هي اللي بتشغل الخدمة وتوصيل الإنترنت لعملائها. كما تقوم كل شركة بشراء حصة خاصة بها الباندويتس، يعني هي على الخط الأرضي بتاخد باندويتس بتبعت بيه الإنترنت لليوزرز، تمام، ده عن طريق الإنترنت الأرضي. والفرق هو أن شركة وي شركة حكومية، ولذلك تحصل على باندويتس أي حصة مجانية. باندويتس اللي بتشتغل بيه وي بيبقى مجاني مقابل مرور كابلات إنترنت خاصة بدول أخرى بمصر، وتدفع مقابل الاستهلاك الزائد عن الحصة المجانية كحق انتفاع لها. والجدير بذكر أن هناك 3 شركات عالمية فقط أساسية في الشرق الأوسط يتم من خلالهم شراء حصص الإنترنت الباندويتس، ويجب على أي دولة تريد تقديم خدمة الإنترنت الشراء منها. أنت عايز كشركة تقدم إنترنت، بتروح تختار أو تشتري باندويتس على خط التليفون الأرضي عشان إيه؟ تمد اليوزرز بتاعك بالإنترنت. لكن ذلك لا يعني أن شركة وي هي الأفضل في مصر لكونها تمتلك البنية التحتية والحصة الأكبر. الكلام ده مش معناه أن وي هي الأفضل. انتظر، هل ذلك يعني أن أشترك مع أي شركة ولا يوجد أي فرق؟ بالتأكيد لا، وذلك ما سنجيب عنه تاليا. إزاي أختار شركة النت الأفضل لك في مصر؟ إزاي اختيار شركة الإنترنت الأفضل لك في مصر؟ سنتحدث بحيادية تامة. هناك عدة عوامل يجب النظر إليها والتأكد منها قبل التسرع وطلب اشتراك خط ADSL أرضي من شركة قد تندم عليها فيما بعد. خلي بالك أنت في البيت بتجيب خط التليفون الأرضي، وبتكون مركب العدة، ده اسمه خط التليفون الأرضي. خط التليفون الأرضي ده ينفع توصل عليه إنترنت خاص بوي أو اتصالات أو فودافون أو أورنج، الـ4 شركات بيشتغلوا على الخط الأرضي. أول حاجة عشان تقدر تحكم على ان انت انهي شركه هتختارها، اول حاجه بتتوقف على عوامل كتير. اول حاجه تجارب الاشخاص المشتركين من حولك في المنطقه، تسال الناس حواليك افضل باقه او افضل شركه للانترنت على الارض. انا بتكلم ارضي، خلي بالك مش هوائي، بتكلم اللي هو النت اللي بيجي على الخط الارضي، تمام. في قلنا الـ4 شركات بتمدك بالانترنت على الخط الارضي، فاول حاجه تسال الناس اللي حواليك هل فعلا الشركه دي كويسه معاكم ولا برضو في مشكله في النت، تمام. ده من خلال مين؟ ان انت تسأل الناس، وهتقوم باحصاء رأي الاغلبية منهم، وهتحاول تسجل الاراء دي وتشوف اكتر الناس متفقين عليه وتختار الشركة دي. 2، عدد الاشخاص المشتركين، تشوف عدد الاشخاص المشتركين في الشركة دي في المنطقة حواليك. في حال لم تتمكن من معرفة النقطة السابقة لا مشكلة، فعليك بتجنب شركة وي، يعني شركة وي تتجنبها، فعدد المشتركين بها كبير للغاية في كل منطقة في مصر، تمام، لان وي عليها ضغط كتير في الانترنت. لذلك ستجد ان الضغط كبير على الاجهزه الخاصه بتوزيع الانترنت للشركه في السنترال، فمن المفترض ان تكون المعدات تتحمل كمثال عدد 500 كابل. يعني عندنا الشركه مثلا، هنفترض مثال، تتحمل 500 كابل فقط، ولكن ما يتم هو توصيل 800 كابل، فهتلقى في ضغط غير طبيعي على الشركه. وتلك احد الاسباب لوجود الكثير من المشاكل في اتصال الانترنت الخاص بشركه وي، بالاضافه لاسباب اخرى سيتم ذكرها لاحقا. 2، عشان اختار الشركة عندي، سعر الاشتراك الشهري مقابل سرعة الانترنت وسعة التحميل وجودة الخدمة. يبقى عشان اختار الشركة لازم اخد في الحسبان سعر الاشتراك الشهري، سعة التحميل اللي هي سرعة التحميل، وجودة الخدمة، الجودة ان انت ازاي تقدر تتواصل مع العملاء وازاي يحلوا لك المشاكل بتاعتك، تمام. في الوقت الحالي تم توحيد اسعار وسرعات الانترنت، للاسف في الـ4-1 مفيش اختلاف من ناحيه سرعه الانترنت والاسعار لجميع الشركات، باسعار تبدا من 120 جنيه لسرعه 30 ميجا بايت. لذلك اختيار لشركه او اخرى يعتمد على جوده الخدمه المقدمه فقط. يبقى عشان احكم على الشركات الثلاثه هحكم عن طريق جوده الخدمه فقط، جوده خدمه العملاء وسرعه حل المشاكل، استقرار اتصال الانترنت، كفاءه نظام الشركه في احتساب استهلاك الباقه دون خلل. افضل شركات الانترنت ADSL في مصر، الترتيب من حيث الافضل، اول شركه معانا من حيث الافضليه هي شركه اتصالات. شركه اتصالات هي رقم 1 في الانترنت في مصر، الكلام ده لحد 2020. تعال نشوف المميزات في شركه اتصالات. خلي بالك شركه اتصالات على الخط الارضي، من خلال تجارب الاشخاص وآراء المستخدمين تعتبر شركة اتصالات هي شركة الإنترنت الأفضل حاليا، وذلك لعدة أسباب، منها 1، عدد المشتركين متوسط،
بالنسبة للشركات الأخرى وبالأخص شركة وي أو تي إي داتا مما يوفر استقرار للاتصال وسرعة تحميل ثابتة، بالإضافة إلى قلة المشاكل المتعلقة باتصال الإنترنت أو انقطاعه. فخلال فترة تجريبي مع الشركة مع مستخدمي آخرين في مناطق مختلفة لم أواجه أي مشكلة تدفعني للاتصال وصب جام غضبي على موظفي خدمة العملاء. يعني هم التعامل بتاعهم لطيف شوية، وحين احتجت الاتصال بهم يتم حل المشكلة عند انتهاء المكالمة أو توضيح السبب وحل المشكلة بعد يومين أو ثلاثة على الأكثر، وذلك نادرا ما يحدث مع شركات التانية. مميزات إنترنت شركة اتصالات: أسعار مناسبة للجميع مقابل ساعة تحميل مناسبة تعتبر الأفضل، سرعات متنوعة 30 70 100 ميجا، ثبات واستقرار في اتصال الإنترنت أغلب الوقت دون تقطيع مما يجعله مناسب للألعاب الأونلاين، الناس اللي بتلعب أونلاين كمان، سرعة التحميل ثابتة طول الشهر، خدمة عملاء ممتازة، شفافية كاملة ومعلومات واضحة عن الباقة من خلال الموقع الرسمي، راوتر ADSL2 بلس مجاني أما لو هتشترك في باقات أعلى من ناحية السرعة الـ VDSL بيدوك خصم 50% على الراوتر. لو رحنا لعيوب الإنترنت، عيوب إنترنت شركة اتصالات: التحكم في اشتراك الإنترنت والباقة من خلال موقع اتصالات على النت صعب ببعض الشيء، في صعوبة شوية، لكن تطبيق اتصالات للهواتف أفضل وأسهل في التحكم عن الموقع. هل شركة اتصالات مناسبة لك؟ اتفقنا على أن لا فرق بين الشركات من حيث الأسعار والباقات، لذلك الأمر يعتمد على جودة الخدمة المقدمة. وبكل صدق، خدمة العملاء الخاصة بالشركة ممتازة، ويتم استيعاب المشكلة وحلها دون جهد، المشكلة بتتحل بسهولة جدا. أما عن ثبات واستقرار الاتصال يمكن تقييمها 9 من 10، وذلك بسبب انقطاع الاتصال لمدة دقيقة أو نصف دقيقة، ف9 من 10 ده حلوة جدا، يعني ممتازة خلاص على فترات متباعدة. أسعار إنترنت الـ VDSL شركة اتصالات: الأسعار التالية هي بعد إضافة 14% للسعر ضريبة القيمة المضافة، وذلك تسهيلا عليك لمعرفة السعر الحقيقي. يعني اللي ما هنشوفه في الجدول ده هو اللي هتدفعه فعلي، مش هتدفع أزيد منه. لو أنت شغال على الـ ADSL2 Plus تمام، يعني هما بيدوك الراوتر مجاني، لو أنت اشتركت في باقة الـ ADSL2 Plus بيدوك الراوتر مجاني. طبعا زي ما أنت شايف هنا في باقة ب 137 جنيه بتديك 140 جيجا، يعني بواقع الجيجا تقريبا بجنيه. سرعة التحميل عندك 30 ميجا، السرعة بتاعت الخط. عندنا كمان الاسم، الباقة اسمها VDSL 120، دي اسمها مش اكتر. نفس النظام في باقة اعلى منها شوية 194 بتديك 200 ميجا 200 جيجا سوري، في اعلى شوية 570 بتديك 600 جيجا. النوعين التانيين اللي هو VDSL ده طبعا بيديك سرعة اعلى، لو شفنا التلاتة اللي فوق سرعتهم 30 ميجا السرعة، اما الاتنين اللي تحت السرعة بتاعتهم 70 و100 سرعة اعلى طبعا. فطبعا دي في مشكلة في الخط الارضي، ان زي ما قلنا الخط الارضي تقريبا السرعة اخرها 30، ازيد من 30 ده بيبقى مش دقيق قوي، الكلام مش صحيح قوي تمام. طبعا في حالة الـ VDSL يعني انت بتزود سرعة النت تمام، ده بيديك لازم تستخدم راوتر تاني مختلف تماما. الراوتر الشركة بتديك بنص سعره، يعني بسعر 228 بتديك 50% خصم، يعني انت هتدفع 228 للراوتر، هو اصلا تقريبا ب 450 تمام. ونفس النظام مع الباقة التانية. الشروط والأحكام: بعد انتهاء ساعة التحميل المحددة اللي هي الحاجة الأساسية اللي موجودة في الجدول، اللي قلنا 140 أما مشترك في باقة 140 جيجا، بعد ما تخلص إيه اللي يحصل؟ بيقولك تنخفض سرعة التحميل إلى 256 كيلو بايت لجميع السرعات، وبإمكانك شراء باقات إضافية بداية من 10 جنيه وحتى 100 جنيه زائد 14% ضريبة، ضريبة خلي بالك هنا. طيب لو أنت عايز، وبيقولك وتلك الباقة او الباقات الاضافيه ممتازه وبسعر مناسب في حاله انتهاء الباقات في نهايه الشهر، وما اعتقدش ان انت هتخلص الباقات عندك كطالب او واحد شغال على اليوتيوب بصفه متوسطه. يعني ارقام خدمه عملاء اتصالات للانترنت هنا، ده خط اتصالات اهو، ده من اي خط، من خط ارضي او موبايل بالرقم ده، من اي موبايل عندنا بالخط ده، وممكن تروح اي فرع تبع اتصالات طبعا. وفي حال كنت مشترك بالفعل تريد التحويل لسرعات VDSL، انا مشترك على الباقه الاقل شويه الـ ADSL 2 بلس وعايز ازود السرعه الـ VDSL، ببساطه هتروح تشترك او تعمل تسجيل الدخول برقم الهاتف الارضي من خلال تطبيق ماي اتصالات وتحويل الباقه او الاتصال بخدمه العملاء، يا اما تتصل بخدمه العملاء يا اما تستخدم تطبيق ماي اتصالات. شركه فودافون دي وترتيبها الثاني بعد اتصالات في الانترنت في مصر. طبعا انت كشخص هتتعجب بتقول ليه شركة فودافون لم تأتي في المركز الاول، هقولك الاسباب المنطقية. فهي تعتبر المنافس الحقيقي لشركة اتصالات، فنفس المميزات تقريبا متوفرة في الشركتين،
بالإضافة إلى ندرة المشاكل المتعلقة بانقطاع اتصال الإنترنت أو انخفاض السرعة. وما أتى بها في المركز الثاني هي خدمة العملاء، والتي تعتبر جيدة جدا وليست ممتازة، لكن لديهم مميزات الخاصة، وقد يرى البعض أنها الأفضل من اتصالات، فلا مشكلة. يعني براحتك، ده بيتعتمد على تعاملك مع خدمة العملاء. مميزات إنترنت شركة فودافون: تطبيق الهاتف أنا فودافون أفضل من تطبيق ماي اتصالات، سرعة التحميل ثابتة طول الشهر، شفافية كاملة ومعلومات واضحة عن الباقات من خلال الموقع الرسمي، راوتر ADSL2 بلس مجاني لو أنت هتشترك في سرعة الـ ADSL2 بلس. عيوب إنترنت شركة فودافون عندنا: خدمة العملاء جيدة جدا وليست ممتازة، الأسعار مرتفعة قليلا مقابل الحصول على سعة تحميل أكبر، وليس كل فرد يريد سعة تحميل كبيرة. سرعة 70 ميجا غير متوفرة، مش موجودة سرعة 70 ميجا. البنج مرتفع بعض الشيء مقارنة باتصالات، البنج اللي هو الديلي في الإنترنت شوية. سعر راوتر الـ VDSL ضعف تمن رواتر اتصالات، يعني الـ VDSL اللي هي السعة الأكبر أو السرعة الأكبر، الراوتر بتاعها بيبقى بضعف. هل شركة فودافون مناسبة لك؟ للتذكرة مرة أخرى، الفارق الوحيد الآن بين الشركات، قلنا من ناحية الباقات والسرعات تقريبا متشابهة، هي الفرق الوحيد في الخدمة وخدمة العملاء. في بعض المناطق خارج القاهرة ستجد إن شركة فودافون أفضل من اتصالات بعد بره القاهرة والإسكندرية، لذلك هي خيار تاني بعد اتصالات، ويمكنك قراءة المميزات والعيوب لكل شركة الاختيار ما بينها. وكتقييم ستحصل على 7/10، يعني هي 7/10، أما اتصالات كانت 9/10. نروح لأسعار إنترنت الـ VDSL شركة فودافون. الأسعار التالية هي بعد إضافة 14% ضريبة مضافة، يعني المكتوب في الجدول ده اللي هتدفعه الفعل. نروح لأول باقة في فودافون عندنا من ناحية ADSL2 بلس، هتبقى 200 جنيه تقريبا، بتديك 175 جيجا. خلي بالك عدد الجيجات أقل هنا من اتصالات، اتصالات أعلى بتديك جيجات اعلى، تمام. هتلقى 285 هتديك 300. خلي بالك في الثلاث سرعات الاولانيين 30 ميجا بيديك الراوتر مجاني، بس خلي بالك اي دي اس ال 2 بلس، يعني السرعه بتاعته قليله شويه. اما الفي دي اس ال الاثنين سرعتهم 100، ما فيش 70، ما فيش سرعه 70، تمام. فالاول باقه 513 بتديك 300 جيجا، خدت بالك؟ يعني لو رجعنا للاتصالات فوق كده، لو شفنا الفرق هتلقى اتصالات افضل في الناحيه دي. بص كده، هنا هتلقى 137 140 مين جيجا، هتلقى هنا في ميزه. ال 350 بتديك 250 جيجا، هنا طبعا الجيجا هتبقى اغلى شويه، ليه؟ لان السرعه اعلى اللي هي 70 ميجا، دي 70 ميجا مش موجوده في فودافون، تمام. طيب دي بالنسبه لفودافون، انا هسيب لك الجدول ممكن انت ايه تقارن ما بينهم وتشوف انسب حاجه ليك. الشروط والاحكام: بعد انتهاء سعه التحميل المحدده تنخفض سرعه التحميل الى 128 كيلو بايت، وطبعا ده يعتبر عيب هنا. اما اتصالات كانت بتنزل ل 256، فاتصالات احسن بعد ما تخلص الباقه لجميع السرعات، بامكانك شراء باقات اضافيه. هروح لارقام خدمه عملاء فودافون عندك، طبعا دي الارقام اهي زي ما قدامك على الشاشه. هروح للشركه رقم 3 في مصر وهي شركه اورنج. شركه اورنج عندنا طبعا تعتبر شركة أورنج هي شركة الإنترنت الأفضل في مصر بعد شركة اتصالات، حيث تعمل الشركة على زيادة الحصة السوقية لها بعد تحولها من شركة موبينيل إلى أورنج، والحرص على إرضاء العملاء الجدد. السطر ده طبعًا مشطوب عليه، ليه؟ بيقول لك للأسف السطر السابق كانت في الماضي قبل إطلاق السرعات الجديدة في شهر 6 من عام 2019، فالآن أصبحت تشتهر بسوء جودة خدمة العملاء والمماطلة في حل المشاكل. عشان كده أورنج رقم 3 في الترتيب. لكن ذلك لا يعني ان الانترنت الخاص بها سيء، بل الاتصال ثابت ومستقر وستحصل على السرعه كامله بعد الاشتراك باسبوعين. يعني بعد اسبوعين هيبتدي معاك يزود لك السرعه ليوصل للحد المسموح بيه او لباقتك. يعني انت مشترك في باقه 30 ميجا، مش اول ما هتشترك هيديك 30 ميجا كسرعه، لا، هيبدا معاك تزايديا، يبدا معاك ب 5 10 بعد كده 20 30 عند 15، بعد اسبوعين يتاخد السرعه كامله. تمام؟ طيب ولكن عند حدوث اي مشكله فستصاب بالصداع النصفي. عند التحدث لخدمه العملاء الغير مؤهلين وعدم وجود حل سريع وجذري لمشكلتك بسبب الروتين. مميزات انترنت شركه اورنج: توافر اكثر من باقه لسرعات 30 ميجا، سرعه ثابته طول الشهر، لا يوجد تقطيع او فصل في الانترنت اغلب الوقت، مناسبه للالعاب الاونلاين التي تتطلب ثبات في الاتصال. سرعه التحميل ثابته، سعه التحميل اكبر من اي شركه اخرى. سعه التحميل خلي بالك هنا، يعني دي ميزه في اورنج. عيوب انترنت شركه اورنج: خدمه عملاء مقبوله، خلي بالك. فتره تفعيل الخدمه تتراوح الى شهر او شهرين في بعض المناطق. الباقات الاضافيه اسعارها مرتفعه قليلا.
عند الاشتراك ستحصل على سرعة 2 ميجا فقط زي ما انا قلت لك، وستزداد السرعة تدريجيا على مدار اسبوعين لتصل للسرعة الكاملة الباقة الخاصة بك بعد اسبوعين. هل شركة اورنج مناسبة ليك ولا لا؟ ببساطة، اذا كنت شخص لديه خبرة في كيفية اصلاح مشاكل الانترنت دون الرجوع لخدمة العملاء اغلب الوقت، فيمكنك الاشتراك في شركة اورنج. لكن على سبيل المثال في شركة فودافون يمكنك الحصول على باقة انترنت للموبايل في حال انقطاع خدمة الانترنت الارضي في منزلك لحين رجوع الخدمة، وذلك هو الفرق او هو الفارق في خدمة العملاء وجودة الخدمة. اسعار انترنت الـ ADSL شركة اورنج في مصر، طبعا دي الاسعار الفلوس اللي هتدفعها الفعلية. زي خدت بالك الـ ADSL 2 بلس عندنا اربع انواع هنا بسرعة 30 ميجا، 137 هيديك 140 جيجا بواقع تقريبا 1 جنيه للجيجا، جنيه مصري. عندك كمان ال 205 بتديك 180، ال 285 بتديك 300، عندك 456 بتديك 500 وهكذا. تمام، عندنا ال VDSL عندنا سرعة 70 و100 و100، والأسعار قدامك زي ما انت شايفها. قارن بين الثلاث شركات، طبعا اختار الأنسب. الشروط والأحكام، بعد انتهاء سرعة التحميل المحددة تنخفض سرعة التحميل إلى 256 كيلو بايت زي اتصالات لجميع السرعات، وبإمكانك شراء باقة إضافية بسعر 1.5 جنيه للجيجا الواحدة فقط، ودي طبعا ميزة كبيرة هنا. يعني الباقة الإضافية ممكن بجنيه ونص للجيجا الواحدة فقط. تمام، عند الاشتراك ستحصل على سرعة 2 ميجا فقط، وستزداد السرعة تدريجيا على مدار أسبوعين لتصل للسرعة الكاملة للباقة الخاصة بك. ده طبعا يعتبر ميزة هنا. دي ارقام خدمة عملاء اورنج طبعا وطريقة الاشتراك. هنا نروح للشركة رقم 4، ودي 4 في الترتيب من ناحية النت، شركة وي او تي اي داتا سابقا. بالرغم من كون شركة وي تعتبر الاشهر في مصر وتمتلك اكبر عدد من المستخدمين، لكنها ليست الافضل من حيث جودة الخدمة المقدمة وخدمة العملاء ايضا. وبكل حيادية، الشركة جيدة لكن ليست للجميع، فالبعض لديه تجربة جيدة وثناء على الخدمة المقدمة، أما الغالبية لديهم مشاكل مستمرة وتجربة غير مرضية تماما، وذلك يعود لكون الشركة حكومية تابعة للمصرية للاتصالات، بالإضافة لكم هائل من المستخدمين في كل منطقة في ضغط على الشركة، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور المشاكل وبطء الإصلاحات بسبب الروتين. نروح بعد كده وبيقول لك، وغالب المشاكل أو الشكوى من نسبة الأكبر من المستخدمين هي عدم ثبات سرعة التحميل وانخفاضها بشكل مفاجئ، وأيضا عند الاشتراك لأول مرة قد تواجه مشاكل في الحصول على السرعة الكاملة، بالإضافة إلى عدم استقرار وثبات الاتصال، مما يجعله غير مناسب على الإطلاق للألعاب الأونلاين في أغلب الحالات، الناس اللي بتلعب أونلاين. وفي الفترات الأخيرة بعد إطلاق باقات وي سبيس، يشتكي غالبية المستخدمين من وجود خلل في حساب استهلاك باقة النت، في مشكلة عندهم في النظام، بالرغم من تأكد المستخدمين لاستحالة استخدام الباقة كاملة في خلال 10 أيام أو 15 يوم، الباقة بتخلص بسرعة. ناهيك عن خدمة عملاء سيئة، فالتجربة سيئة للغاية عند محاولة حل المشكلة والتحدث إليهم والانتظار لفترة طويلة حتى يتم الرد عليك، يعني بيأخروا عليك في الرد في المكالمة. مميزات انترنت شركة وي، نظام واحد يجمع بين فاتورة التليفون الأرضي والموبايل واشتراك الانترنت، يعني بتدفع كله على فاتورة واحدة. سرعة كبيرة في تفعيل الخدمة لكونها تمتلك البنية التحتية في مصر، طبعا سرعة تفعيل الانترنت بتبقى بسرعة. شفافية كاملة وتوفير معلومات كافية حول الباقات، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعا من المستخدمين في صفحة معلومات الباقة. عيوب إنترنت شركة وي، لا يوجد ثبات ولا استقرار في الاتصال لدى أغلب المشتركين، مما يجعلها غير مناسبة للألعاب الأونلاين. خدمة العملاء سيئة للغاية وغير مؤهلة، فترة انتظار كبيرة جدا لما تكلم خدمة العملاء من خلال الهاتف أو الموقع الرسمي اللي هو على الفيس أو الموقع الرسمي اللي هو على النت عموما عن طريق الشات. خلل في النظام الخاص بحساب استهلاك باقة النت، مما يؤدي لسرقة باقة النت. تطبيق الهاتف لإدارة الحساب يعتبر جيد، لكن لا يوجد منافسة مقارنة بشركتي اتصالات وفودافون. لا يوجد رواتب مجاني، فإما أن تقوم بشرائه أو دفع اشتراك شهري بقيمة 5 جنيه، يا إما تشتريه، يبقى الراوتر هنا بتشتريه، يا إما بتدفع 5 جنيه كل شهر إضافية على الفاتورة نفسها بتاعت النت. إجبار التسويق للأفراد على الاشتراك بها عند التقدم لطلب خط هاتف أرضي، يعني لما أنت ما عندكش هاتف أرضي خالص وعايز تقدم على خط، فلما بتقدم على خط يقول لك لا ده إحنا عايزين هنوصل لك نت على الخط كمان. طبعا ده نوع من أنواع الإجبار، يمكنك حل تلك المشكلة بالرفض، قول لهم لا أنا مشترك في نت قبل كده وخلاص. لو يعني حاولوا يجبروك إن أنت تشترك في النت على الخط الأرضي، اتصل ب 155 لتنظيم الاتصالات بالجهاز القومي أو حماية المستهلك اللي هو 19588. أو يمكنك الاعتذار بأنك مشترك بالفعل مع أحد أقاربك في النت وتحاول تهرب منه.
عشان هيضغطوا عليك في الاشتراك. هل شركة وي تي اي داتا سابقة مناسبة ليك؟ منطقيا لا انصحك بالاشتراك به، والميزة الوحيدة لديها سرعة تفعيل الخدمة فقط، ان اول ما تقدم على الخدمة بسرعة جدا تلاقيهم ايه اشتركوا لك وخلصوا التفعيل. اسعار انترنت في دي اس ال شركة وي، هنشوف في الجدول هنا الفي دي اس ال عندنا عندنا بص كده 137 بتديك 140 جيجا، عندنا برضو ال 239 بتديك 250، وهتلاقي هنا دي السرعات عندك زي ما انت شايف كده الجدول طبعا ايه كبير شوية، هتلاقي فيه سرعات كتير. عندك هنا ال ADSL2 بلس مش موجود، على الرغم ان سرعة 30 ميجا، 30 ميجا هنا اصلا عبارة عن ADSL2 بلس، فهو بيشغلك على راوتر VDSL طبعا بسعر 228، تمام. ده سعر مين الراوتر اللي انت هتشتريه. عموما ال ADSL2 بلس مش موجود عندهم، مش هيدولك بلاش، فهو بيدوك الراوتر ده ال VDSL بتشتريه طبعا بسعر 228، بتدفعه يا اما بيقسطوا لك 5 جنيه على كل شهر، تمام. وطبعا دي السرعات قدامك اهي. الشروط والاحكام: بعد انتهاء ساعات التحميل المحدده تنخفض سرعه التحميل الى 256 كيلو بايت لجميع السرعات. طبعا ممكن انت تشتري باقات اضافيه تبدا من 30 جنيه، ده عيب يعني تبدا الاضافات عندك من 30 جنيه، دي مشكله. ودي ارقام خدمه عملاء وي وطريقه الاشتراك. طبعا ترتيب افضل شركات الانترنت في مصر للالعاب الاونلاين، الناس اللي بتحب تلعب اونلاين على النت، تمام، زي الببجي كده. نروح ل بطبيعه الحال يعتبر البنج او اللاج اللي هو التاخير عندنا هو العامل الرئيسي الذي يحدد سلاسه اللعبه، يعني ممكن تلقى اللعبه بتقطع او فيها ديلي شويه في الاستجابه. بسلاسه العاب الاونلاين مثل لعبه ببجي طبعا والالعاب الثانيه، والحصول على افضل تجربه يمكن او يجب ان الوصول الى اقل رقم بنج اللي هو الديلي يعني ممكن، واذا زاد عن 150 لن تتمكن من اللعب بشكل سلس وستجد اللاج اللي هو التاخير مزعج جدا. وافضل الشركات التي توفر سرعه اتصال ثابته ومستقره للحصول على البنج اقل من 100، قلنا ان هو لو زاد عن 150 يبقى كده في مشكله عندك في النت كده، هتلاقي في اللعبه كده بتقطع او في ديلي في الاستجابه، في تاخير. اقل من 100، اقل من 100 طبعا هنرتب الشركات كالاتي في العاب الاونلاين: اتصالات الاول فودافون، بعد كده اورنج، ده الترتيب اللي احنا قلناه خلال الفيديو. طبعا ابعد عن وي زي ما قلنا في الالعاب، لكن في بعض الاحيان قد تجد ان البنج يصل الى 120 في الاوقات التي يتم فيها حجب او اجراء تجارب حجب للمواقع في مصر، او وجود ضغط كبير في بعض الاوقات من اليوم، لكن التجربه جيده جدا لشركتي اتصالات وفودافون على مدار اليوم. اتصالات وفودافون احسن شركتين على مدار اليوم طبعا، وده كان فيديو مبسط بشرح فيه المميزات والعيوب لكل شركه، وانت تقدر تسمع الفيديو مره ثانيه وتقارن وتشوف انت ايه الانسب لك عموما يعني. ولو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش طبعا اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا، وانتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله.